الترحيب الأمريكي بتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش جاء مباشرة بعد الإعلان العراقي الرسمي بتحقيق الانتصار على لسان رئيس الحكومة حيدر العبادي. هذا النصر وهذه العمليات تمت بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هنأ العراقيين بهذا الإنجاز قال إن قوات الأمن العراقية المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الكبير حررت مدينة الموصل من كابوس طويل عاشته تحت حكم داعش على مدى 3 سنوات. وتعهد ترامب بالعمل على تدمير ما يسمى بالدولة الإسلامية بالكامل. كما هنأ وزير خارجيته ريكس تيلرسون العراقيين بتحرير الموصل، معتبراً استعادة المدينة خطوة حاسمة في الحرب العالمية ضد تنظيم داعش. من جهته أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن تنظيم داعش تلقى ضربة حاسمة بفقدانه الموصل، محذراً من أن النصر العراقي لا يعني بالضرورة القضاء على التنظيم. التحالف الدولي يهنئ رئيس الوزراء العراقي وقوات الأمن العراقية على النصر التاريخي ضد عدو خبيث. تنظيم داعش فقد عاصمته في العراق وأكبر تجمع سكاني له في أي مكان في العالم، لكن لا ينبغي إغفال أن هذا النصر وحده لا يقضي على داعش، إذ ما تزال المعركة مستمرة. وفيما تتواصل الأجواء الاحتفالية والتي ستستمر أسبوعاً كاملاً في المدن العراقية خاصة العاصمة بغداد والموصل بالإنجاز العسكري، فإن نحو 900,000 شخص من سكان المدينة يعيشون منذ أشهر خارج منازلهم وسط ظروف معقدة في مخيمات خصصت للنازحين، وينتظرون على أحر من صيفهم لحظة العودة إلى ما تبقى من منازلهم. والله إن شاء الله فرحانين والحمد لله، وراح نرجع إن شاء الله على بيوتنا، وإن شاء الله نرجع مرتاحين وخلصنا من هذا الظلم والحمد لله. إن شاء الله رأينا إن شاء الله يرجعون مثل قبل وأحسن، كل من يرجع المكان والكل مثل الأخوة، ماكو فرق بين مسيح وبين مسلم وبين يزيدي وبين عرب وكراد وسنة وشيعة، الكل يرجعون أخوة وإن شاء الله. صفحة كبيرة طوتها القوات العراقية باستعادتها السيطرة على ثاني أكبر مدن العراق، لكن ملفات شائكة تنتظر سلطات بغداد بعد انتهاء أسبوع الاحتفالات بالنصر. على رأس هذه الملفات تنظيم عودة مئات ألوف النازحين وإعداد خطة عاجلة وشاملة لإعمار ما تكبدته المدينة الكبيرة من أضرار، فضلاً عن حسم ملف آخر لا يقل أهمية وهو تمسك قوات بأراض في محافظة نينوى كان لها الفضل في انتزاعها من براثن تنظيم داعش.